مثلث الرعب مرة أخرى، ولكن المرة دي مش مثلث برمودا، المرة دي هنتكلم عن توأم مثلث برمودا. أيوة زي ما سمعت، في ناس كتير مننا سمعت عن مثلث برمودا والحوادث المرعبة اللي حصلت فيه بسبب شهرته الواسعة حول العالم، لكن عدد قليل جدا اللي يعرف إن في مثلثين مرعبين مش مثلث واحد. والمرة دي هنتكلم عن مثلث مرعب وغامض، القصص والحوادث اللي حصلت فيه أكثر غرابة ورعب من مثلث برمودا بمراحل. ارتبط اسمه مرة بالشيطان ومرة بالتنين. تعالوا مع بعض نعرف أسطورة مثلث فرموزا الغامض أو مثلث التنين. ازيك يا صديقي، يا رب تكون بخير وفي احسن حال. النهارده هنتكلم عن فيديو اكثر غموض ورعب من مثلث برمودا. خليك معايا للنهايه عشان في سر في اخر الفيديو وفي غايه الخطوره لازم تعرفه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت الجميل منك عشان تساعدني اعمل لك فيديوهات اكتر، وشير الفيديو لكل الناس اللي عندك. ولو لسه جديد وما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي الجايه. بدون رغي كتير، بسم الله فلنبدا. السفن والطائرات وحتى الغواصات اللي اختفت هناك في مثلث برمودا جعلت من مثلث برمودا أضحوكة، والقصص والحوادث اللي حصلت فيه بسيطة جدا بالمقارنة بمثلث فرموزا اللي هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. مثلث شيطاني آخر على كوكب الأرض، ارتبط اسمه بحوادث الاختفاء والموت الغامض، وبيندرج من ضمن أخطر الأماكن المحظورة والخطيرة في العالم. مثلث كان وما زال إلى يومنا هذا بيدور حوله الغموض واتحكت عليه كتير من الاساطير والخرافات. طب سألت نفسك، المثلث ده مش معروف لكتير من الناس ليه؟ يعني ليه مش مشهور زي مثلث برمودا؟ بعض الباحثين بيقولوا ان السبب في ان معظم التقارير اللي جت عن مثلث فرموزا كانت باللغة اليابانية، وهي لغة مش منتشرة كتير في العالم عكس مثلث برمودا اللي التقارير بتاعته كانت كلها باللغة الانجليزية وهي اللغة الاشهر في العالم، عشان كده شهرته كانت اكبر بكتير من مثلث فرموزا. تعالوا بقى مع بعض نغوص في رحلة غامضة ومرعبة لاكتشاف في مثلث فرموزا أو مثلث التنين الغامض. مثلث فرموزا هو عبارة عن امتداد مائي في اليابان، بيقع في المحيط الهادي حول جزيرة تسمى مياكي اليابانية، وبيبعد هذا المثلث حوالي 100 كيلو متر جنوبا عن طوكيو عاصمة اليابان. موقع هذا المثلث بالتحديد بيقع بين أربع دول، اليابان والصين والفلبين وتايوان. المثلث بيقع في النص ما بين الدول دي، وزي ما عارفين المنطقة دي عبارة عن مثلث، يبقى أكيد المثلث ده ليه 3 أضلاع، وأكيد كل ضلع بيمتد من منطقة معينة. تعالوا نعرف أضلاع المثلث ده عبارة عن إيه. نبدأ من النقطة الشمالية من المثلث وهي جزيرة يوكوهاما اليابانية شمال، وبيمتد الضلع الأيسر إلى جزيرة جوام الفلبينية جنوبا، ومن جزيرة جوام بيمتد الضلع الجنوبي إلى جزر ماريانا الشمالية، ومن جزر ماريانا بيطلع تاني الضلع الأيمن إلى جزيرة يوكوهاما. باختصار للي مفهمش، المثلث بيمتد من 3 جزر، يوكوهاما اليابانية وجوام الفلبينية وجزر ماريانا الشمالية. مش ملاحظ حاجة؟ هتقول لي حاجة زي إيه؟ أقول لك إيه يا صديقي، لا كده أزعل منك. ما لو انت متابع فيديوهاتي القديمة هتلاحظ عمال اقول لك جزر ماريانا جزر ماريانا. ايوه بالظبط، يعني المثلث ده قريب جدا من خندق ماريانا المرعب. لو ما اتفرجتش على حلقه خندق ماريانا اكيد فايتك وناقصك تفاصيل واحداث مش هتعرف تربطها مع بعض غير لما تتفرج على حلقه خندق ماريانا، هتفهم وتفسر اللغز اللي يخلي المثلث المرعب ده بالقرب من خندق ماريانا. ما تنساش تتفرج على الحلقه دي، هتلاقيها في الوصف او في التعليق المسبق. مثلث فرموزا اكتسب عبر التاريخ بعض الاسماء الاخرى، والكل اسم فيهم طبعا ليه سبب للتسميه دي. تعالوا نعرفها مع بعض. الاسم الاول وهو اسم مرتبط ارتباط وثيق بمثلث برمودا، وهذا الاسم هو مثلث برمودا الهادئ، وسبب تسميتهم لهذا الاسم هو تشابه معظم الحوادث ما بين المثلثين. اما الاختلاف وهو اولا الموقع، لو بصينا على موقع مثلث برمودا هنلاقيه في المحيط الاطلسي بين برمودا وبورتوريكو وفلوريدا، اما مثلث فرموزا موجود في المحيط الهادئ
زي ما اتكلمنا عليه سابقا. والغريب والمرعب بقى اننا لو فتحنا جوجل ماب ورسمنا موقع المثلثين على الخريطة هنلاقي ان المثلثين بيقعوا على نفس الخط مع بعض، ولو ركزنا اكتر هنلاقي في نص الخط ده مصر، تحديدا الهرم الاكبر خوفو اللي موجود في مصر. كده في ثلاث نقط متوازيين مع بعض، هقول لك في فيديو جاي ان شاء الله قريب ايه العلاقة ما بين الثلاث نقط دول على الخريطة. اللي مش متابعني انزل تابعني دلوقتي عشان في سلسلة فيديوهات خطيرة ومرعبة مرتبطة ببعض شغال عليها، تابعني وفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديو بنزله اول باول. نيجي لبعض الاختلافات اللي ما بين المثلثين، ان الحوادث في مثلث برمودا وقفت من مدة كبيرة وما بقيناش نسمع عن حوادث في مثلث برمودا في ايامنا الحالية، اخرهم كان في القرن الماضي، انما مثلث فرموزة لسه الحوادث بتاعته شغالة لحد دلوقتي. ومن اشهر الحوادث الجديدة فيه اختفاء سفينة الشحن لينجاي بكل الركاب اللي فيها عام 2002 في مثلث فرموزة. الاسم الثاني لهذا المثلث وهو بحر الشيطان، والاسم ده اطلقه اليابانيون على هذا المثلث منذ مئات السنين وسموه مانو اومي، واللي بتعني باللغة اليابانية بحر الشيطان. واساطير الاسم ده بتقول ان محيط هذا المثلث هو موطن للشياطين، بل واعتبرت موقع المكان ده هو المنزل الرئيسي للشيطان واتباعه، وكل اللي بيحصل من حوادث فيه هو نتيجة انتقام الشياطين من الدخلاء على موطنهم. الاسم الثالث وهو الاسم الاشهر لهذا المثلث وهو مثلث التنين، يعود هذا الاسم لاكثر من 3000 سنة، وكان مذكور الاسم ده في اقدم الكتب الصينية واليابانية، وسبب تسميته بهذا الاسم هو الاساطير القديمة اللي بتقول ان في تنين او تنانين بيعيشوا في جزيرة تحت المية بتقع بالظبط اسفل هذا المثلث، والتنانين دي بتهاجم اي شيء بيمر من فوق موقعهم لاشباع جوعهم. في منكم اللي ممكن يفكر ان المثلث ده تم اكتشافه حديثا عشان كده لسه ما تعرفش عند كل الناس، لكن الحقيقه ان المثلث ده معروف من الاف السنين، زي ما قلنا انه اتذكر في الكتب الصينيه واليابانيه القديمه جدا، بس كان مشهور عند اليابان والدول اللي حوالين المنطقه دي بس. واشهر حاجه تثبت لك ان المثلث ده قديم جدا هو الاساطير والروايات اللي بيقولوها سكان المناطق دي عن المثلث، وتحديدا الروايات اللي بيقولوها عن المغول. ايوه زي ما سمعت، المغول هم اول ناس اكتشفوا المثلث ده، قالوا ان اللي اكتشفه بالصدفة هو حفيد القائد المغولي جنكيز خان وهو بيحاول غزو اليابان عام 1281، بس للأسف الغزو ده باقى بالفشل بسبب مثلث التنين المرعب اللي ابتلع اسطول المغول كله اللي كان بيقدر عدده حوالي 40,000 جندي مغولي، وكان السبب ساعتها دوامات بحرية واعاصير بتظهر في المنطقة دي بسرعة وبتبتلع السفن باللي فيها، مما ادى الى تراجع جيش المغول عن غزو اليابان. واللي بيأكد القصة دي ان في العصر الحديث بعض الغواصين اكتشفوا فعلا بقايا سفن اسطول المغول في محيط مثلث التنين. ولكن الحادثة اللي حصلت بقى عام 1952 هي اللي خلت مثلث التنين من اشهر واخطر الاماكن على وجه الارض. في العام ده اختفوا عدد من سفن الصيد وكمان 5 سفن عسكرية، كلهم اختفوا في نفس العام في منطقة مثلث التنين. راحوا بعتوا سفينة بحث استكشافية اسمها كايو مارو 5 للبحث عن السفن اللي اختفت دي، ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه ان سفينة البحث دي لقت نفس مصير السفن الاخرى واختفت هي كمان كل الطاقم بتاعها المكون من 31 شخص. بعد الحادثة دي الحكومة اليابانية طلعت وحذرت من المنطقة دي على انها منطقة خطرة ومحظور فيها الملاحة والشحن. لو كنتوا فاكرين ان دي بس الحادثه الوحيده اللي حصلت في المنطقه دي، فحب اقول لكم ان عدد حوادث المنطقه دي بتصل الى الاف الحوادث. تعال اقول لكم بعض من اهم الحوادث اللي حصلت هناك. في عام 1939 كان في طياره حربيه طالعه من مطار سان دياجو ومكونه من 12 ضابط جيش، بعد ما عدى على اقلاع الطياره دي 3 ساعات بس، وللاسف اول ما دخلوا حدود مثلث التنين ارسل قائد الطياره نداء استغاثه للقاعده بيبلغهم فيها بظواهر غريبه في الطقس اول مرة يشوفها، وبعدين الاتصال اتقطع، وبعد وقت بسيط الطيارة رجعت للقاعدة عادي. فرحوا الناس اللي في القاعدة انهم رجعوا، لكن الصدمة بقى اول ما هبطت الطيارة ارض المطار، واول ما دخلوا الطيارة يطمنوا على الناس اللي جوه لقوا كل اعضاء الطيارة ميتين، وكابتن الطيارة اغمى عليه اول ما هبط بالطيارة في القاعدة ومات بعديها بثلاث دقايق هو كمان. لكن الغامض والمرعب اكتر في الموضوع انهم لقوا كل الجثث حالتها غريبة جدا
جدا، اكتشفوا فيهم ثقوب كتيرة في أجسادهم وصدورهم، أكن في ليزر اخترق جسمهم، ده غير جلدهم الملوث بطريقة بشعة، وكمان رائحة الطيارة الغريبة البشعة اللي معرفش العلماء إنهم يكتشفوا مصدر الريحة دي، أول مرة يشموها، والريحة دي مش ريحة جثث ميتة خالص، بل ريحة أبشع، ولغاية النهاردة معرفوش يكتشفوا لغز الطيارة دي أبدا. في حادثة تانية مشهورة وهي حاملتين طائرات اليابانية، كان اسمهم تايهو وشكوكو، كانوا بيحملوا عدد كبير من الطائرات، وكانوا في أيام حرب اليابان مع الفلبين عام 1945، وأول ما حاملتين الطائرات دول عدوا على مثلث التنين اختفوا بشكل مفاجئ بدون أي أثر، وفي عام 1957 كان في طيارة شحن أمريكية تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وكان عليها 67 عضو من أعضاء الجيش، كانت متجهة من جزيرة تابعة للقوات الأمريكية لطوكيو في اليابان. قبل ما يوصلوا طوكيو قائد الطيارة بلغ القاعدة وقال لهم ان الظروف المناخية كويسة وانهم بيبعدوا عن طوكيو حوالي 320 كيلو متر بس، يعني قربوا يوصلوا، ولكن بعد الرسالة دي للأسف الطيارة ما وصلتش ابدا واختفت ولم يتبقى منها اي اثر، ولا هي ولا ركبها ال 67 كلهم. وفي عام 1987 كان في سفينة فلبينية كانت بتسمى كارلوتا، كانت بتقوم برحلة وعدت على مثلث التنين، وهي بتعديه لقوا الطرف الأمامي بتاع السفينة بيولع، كل الطاقم جري عشان يطفي النار، وهم بيطفوها لقوا الطرف الخلفي هو كمان من السفينة بيولع، كلهم كانوا في صدمة. هتقولي ليه؟ هقولك إن السفينة أصلا ما كانش عليها أي حاجة قابلة للإشتعال. الله، طب والنار دي جت منين؟ محدش يعرف. وزي ما النار ولعت في السفينة فجأة، بعد شوية النار اتطفت فجأة، كل الطاقم كان مستغرب والسفينة رجعت عادي ميناء الفلبين، ولغاية يومنا هذا لسه موجودة في الميناء وبقت بازار للسياح، ولسه موجود عليها اثار النيران لحد دلوقتي. حتى الغواصات ما سلمتش من المثلث المرعب ده، غواصات كتير اختفت هناك، واشهر الغواصات دي غواصة الاتحاد السوفيتي اسمها جولف، اختفت عام 1968 في مثلث التنين، وكانت بتحمل 3 رؤوس نووية، اختفت هي والثلاث رؤوس نووية ومحدش يعرف لهم اي اثر، ده غير غواصات تانية كتير اختفوا برضو في نفس المثلث الشيطاني ده. حتى الطيارات المدنية ما سلمتش من شر هذا المثلث، لأ وكمان الطيارة دي المرة دي ما اختفتش، لأ دي تعرضت لقصف وهجوم أدى لسقوطها في البحر. في عام 1983 كان في طيارة مدنية كورية كانت بتحمل ركاب عددهم حوالي 270 راكب، وهي في رحلتها عبروا من فوق بحر الشيطان، وفجأة اتعطلت أجهزة الملاحة بتاعت الطيارة كلها، وما كانوش عارفين هم ماشيين فين، وفضلوا طايرين كده بلا هدف لمسافة طويلة، وفجأة وهم تايهين كده عدوا من فوق مجال جوي تابع للاتحاد السوفيتي، اجهزه الرادار السوفيتيه افتكرت انها طياره تجسس، وهوب راح ضاربها وموقعها، ومات كل ركاب الطياره اللي فيها. دول بس بعض من اشهر الحوادث اللي حصلت في مثلث التنين، لو فضلت احكي لكم عليهم كلهم هنقعد شهرين نتكلم فيه. كده غطينا معظم الاساطير والقصص والروايات اللي اتحكت عن مثلث التنين. نيجي بقى للعلم، وايه راي العلماء في الاحداث اللي بتحصل دي؟ بعض العلماء طرحوا بعض النظريات العلميه اللي بتسبب الكوارث في المنطقه دي، ومن هذه النظريات ان المسبب في اختفاء السفن والطائرات دي هو الاضطرابات الكهرومغناطيسيه اللي بتنشا من التيارات البحريه البارده والساخنه اللي موجودة في المنطقة دي، وده بيؤدي لتوقف أجهزة السفن والطائرات واللي بدوره بيسبب الحوادث دي. نظرية تانية بتقول إن سبب هذه الظواهر هو نشاط بركاني في أعماق المحيط في المنطقة دي، واللي تسبب فوران البراكين دي إلى تدمير السفن وسحبها إلى أسفل. فرضية تالتة وهي وجود غاز الميثان في المنطقة دي، والغاز ده لما بينفجر في الأعماق بيؤدي لصعوده إلى سطح الماء، وبدوره بيخلي وزن المية أخف وبيسبب انعدام الطفو للسفن وبيخلي تغرق بسهولة وبسرعة شديدة جدا. ودي كانت بعض النظريات اللي قالها العلماء عشان يحاولوا يحلوا لغز المثلث الشيطاني ده، ولكن كلها افتراضات، وإلى يومنا هذا هيبقى مثلث فرموزة أو بحر الشيطان أو مثلث التنين لغز غامض من ألغاز عالمنا محدش عارف يفكه لحد النهاردة. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت جميل من عندك عرفني فيه انك من الابطال اللي وصلوا لاخر الفيديو، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركت عشان يوصل لك كل جديد من سلسلة فيديوهاتي اللي انا شغال عليها، هتظهر لك السلسلة في شاشة النهاية او هتلاقيها في الوصف تحت، ما تنساش تخش تتفرج عليها. بس كده، معاكم احمد عزت، ودي معلومة ببلاش. سلام.